ادي القضاء عندنا. قال لك ايه؟ قال لك اكل 25 كيلو لحمة عادي، بس في حتة بطاطا او زبدة لزقت في زوره خنقته مات. احبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ، معكم دكتور وليد رؤوف. ندافع عن كل انسان مظلوم مؤمنا كان او ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والطغيان من السائر الأول والأعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء. مبرئ المذنب والمذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وليد رؤوف. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. أكتر من واحد بيسألهاني بيقول لي هو الرئيس ما يقدرش يحل المشاكل دي؟ لا، هو الرئيس يقدر يحلها كلها بجرة قلم. يعني احنا لما نشوف مثلا في السعودية محمد ابن سليمان، السعودية دي اللي هي مقر الدعوة ومقر الحج ومقر نزول الوحي، في لحظات غير كل حاجة، ولا حد قدر يفتح بقه بكلمة. ولا الأزهر هنا قدر ينتقد محمد بن سليمان في السعودية. ليه؟ لأن الأزهر هنا محمد بن سليمان سادد بقه بالفلوس، لكن الأزهر هنا يقدر يتشطر ويناطح الرئيس السيسي. طب حتى هيقول لي فيكم مثلا أنت، أنا لا مؤيد للرئيس السيسي ولا مؤيد لشيخ الأزهر، لأن الشيخ الأزهر عنده قصور حاجة أتكلم فيه، والرئيس عنده قصور حاجة اتكلم فيه. طب هل الرئيس السيسي ما يقدرش يحل؟ يقدر يحل، لان زي ما بنقول مثال محمد بن سليمان في السعودية يثبت حاجة واحدة بس، ان الناس على دين ملوكهم. الناس على دين مين؟ الناس على دين ملوكهم. يعني اصدر القرارات كله قال امين. برضو الرئيس السيسي يقدر يعمل ده. يعني ما هو عمل لغى الطلاق الشفوي، لو عايز يحل هيحل. طب انا هثبت لكم حاجه، في قاضي اطلق عليه قاضي الاعدامات. قاضي ده كان في الاسماعيليه، محكمه السنه في الاسماعيليه، في قضيه معينه مقتل احد الاشخاص، حكم بالاعدام على 5 من الاخوان المسلمين. والقاضي ده سمعته مش مظبوطه، يعني هو اساسا سمعته سكير وعلاقات نسائيه، وزي ما انت عايز تقول. اوعى تفتكر ان القضاه دول منزلين من السماء. وفي 3 اتعدموا واتنين كانوا هاربين، يعني في 3 تم اعدامهم، مع اني ثبت ان الشخص اللي اتقتل ده ابن مستشار. المستشار قال مش دول اللي قتلوه، مش الاخوان اللي قتلوه، وده مات موتة ربنا مش قتل، ومع ذلك تحكم بالاعدام. هذا الرجل ما كل الشكاوى ما قدرتش تتغيره، بس حصل مشكله بينه وما بين امير سعودي. امير سعودي مشكله بينه امير سعودي. طلع قرار من رئيس الجامعه، من رئيس الجمهوريه برفضه، فصله، يتقاعد. قرار الماده الاولى، قرار رئيس الجمهوريه الماده الاولى، يعزل السيد القاضي محمد فتوح السيد علام الرئيس بمحكمه استئناف الاسماعيليه من وظيفته، ماده اولى. الماده الثانيه، ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، وعلى وزير العدل تنفيذه، صدر برئاسه الجمهوريه في 8 شعبان سنه 1444 هجريا، الموافق 28 فبراير سنة 2023 ميلادية. عبد الفتاح السيسي، اهو القرار، قرار ينزل. طيب نشوف القصة ايه، نشوف القصة ايه. الراجل المستشار محمود السيد محمد محمود المورلي، ابنه مات، الله اعلم يعني الطريقه ايه، الملابسات ايه، لكن اتنشر في جريده يوم الخميس 11 سبتمبر 2014 7:52 مساء في مجله الشروق، المستشار محمود المورلي ينفي وجود اي علاقه له بقضايا الاخوان، ويؤكد وفاة نجلي قضاء وقدر.
يبقى هو أكد إن وفاة نجله قضاء وقدر المستشار، لكن اتقبض على مجموعة اتهمت بقتله خمسة. نشوف الخبر كامل بيقول إيه أهو، ما تمسكوا كده يعني في ال... هينزل لكم كده ماشي. قام المستشاران محفوظ صابر وزير العدل وهشام بركات النائب العام، هشام بركات واخدين بالكم؟ قام المستشاران محفوظ صابر وزير العدل وهشام بركات النائب العام اللي اتقتل برضه هشام بركات، بتقديم واجب العزاء للمستشار محمود السيد محمود الموارلي رئيس الدائره المدنيه بمحكمه استئناف القاهره بمنزله بالمنصوره مساء اليوم في واقعه اغتيال نجله. من جانبه نفى المستشار محمود الموارلي ان تكون لنجله اي خصومه مع احد، كما انه شخصيا ليس له علاقه له ليست له اي علاقه بقضايا خاصه بالاخوان، لافتا الى ان ما حدث هو قضاء وقدر. يحصل بقى ايه بقى؟ يجي عمك محمد فتوح علام اللي هو ده اللي بنقول عليه حشاش وسكرجي، اصدر محمد علام خمس احكام بالاعدام نفذ منها ثلاثه في حق الابرار الكرام الاستاذ عبد الحميد عبد الفتاح والمعتز بالله غانم واحمد ماهر هنداوي عليهم رضوان الله ورحمته، وقد اشترك معه في اصدار الاحكام المجرمين جمال ابراهيم علي ابو المعاطي واكرم عبد الفتاح ابو مسلم. قضت محكمه جنايات المنصوره برئاسه المستشار محمد فتوح علام وعضويه المستشارين جمال ابراهيم علي ابو المعاطي واكرم عبد الفتاح ابو مسلم وامانه سر احمد الحنفي وعلي الغفار وعلي عبد الغفار باعدام خمسه من اعضاء الجماعه الارهابيه والمتهمين باغتيال نجل المستشار محمود السيد المورلي بالمنصوره بعد وصول راي فضيله المفتي. وكانت النيابه قد وجهت للمتهمين محمد محمود عبد الحميد البنا هارب واحمد ماهر احمد الهنداوي وحسن احمد حسن حنفي سالم هارب والمعتز بالله محمد غانم وعبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد تهمه قتل نجل المستشار محمد المورلي والانضمام لجماعه محظوره. طبعا الثلاثه اللي اتعدموا دول قال لك قرار جمهوري بعزل القاضي محمد فتوح علام من وظيفته. مين اللي عزله؟ عزله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه؟ عشان مشكله مع احد الامراء السعوديين، ودي اللي نزلت في تويتر للاستاذ احمد السلاملي من السعوديه. قال ايه بقى؟ قال لك صدق اليوم عبد الفتاح السيسي على القرار الجمهوري الذي قضى بعزل المستشار محمد فتوح علام الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته، وذلك بعد محاكمة استمرت 3 سنوات أثبت فيها تورطه في النصب على أحد أفراد الأسرة المالكة السعودية. يعني اتعزل من منصبه عشان نصب على أحد أفراد الأسرة المالكة في السعودية، لكنه لم يعزل لأنه حكم بإعدام على 5 أبرياء. ده بيفكرنا بقضية إعدام الراهب أشعية البريء والحكم على الممثلة بسمة اللي بعد ما اتحكم عليها بالإعدام وكان هيتنفذ ظهرت براءتها، والحكم على الأربعة اللي إنهم قتلوا النائب العام هشام بركات وبعد ما عدموهم في مجموعة تانية اعترفت إن هم اللي عدموا مش دول، يعني اتعدموا أبرياء. ادي القضاء عندنا. قال لك ايه؟ قال لك اكل 25 كيلو لحمه عادي، بس في حته بطاطا او زبده لزقت في زوره خنقته مات. يعني حكم على ناس ابرياء 5 بالاعدام ما اتحسبش، بس غلط او نصب على احد الامراء في الاسره الحاكمه اتشال. يقدر الرئيس السيسي يعمل؟ يقدر. يقدر يلغي قوانين؟ يقدر. يقدر يفرج عن أبرياء؟ يقدر. يقدر يرفع الظلم؟ يقدر لو أراد. وحطه تحت لو أراد دي 100 خط. لو أراد.